انا عايز اعرف نظارتي راحت فين، كل شويه تختفي ومش لاقياها. دورت عليها في كل حته مش لاقياها يا مامي. اتفضلي يا مامي، نظارتك اهي كانت معايا. كانت معاك بتعمل ايه ومالها مبلوله ايه كده؟ كنت حاططها في محلول سحري بعمل بيها تجربه كده، بس التجربه فشلت. طب مالكش دعوه بنظارتي تاني، بلا محلول سحري بلا نيله. قومي يا ليلي اعملي لي نسكافيه. حاضر يا ست الكل، انتي تؤمري. هو مفيش في البيت ده غير ليلي، كل شويه اعملي يا ليلي، هاتي يا ليلي، ودي يا ليلي، انا زهقت بقى زهقت. انتي ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ولا حاجه يا مام، بقولك اجيبلك حته كيك مع النسكافيه ولا اجيبلك كوكيز احسن؟ طب قومي انت اعملي النسكافيه. قولي يا احمد، انت ايه رايك في اختك فريده؟ فريده؟ فريده دي ملاك عايش معانا في البيت، هاديه ورقيقه وكيوت وزنانه وشقيه وكل شويه تكسر لي حاجاتي وزي العسل. فريده دي سكر يا مام، عسل. زي ما توقعت بالظبط. يعني النضارة دي كده لما البسها تخليني اقرأ افكارهم؟ ده شكل الضحك هيبقى للركب. استنوا الجزء التاني. ليلي، رتبت اوضتك زي ما قلتلك ولا سايباها مزبلة زي كل يوم؟ طبعا رتبتها يا مام وخليتها على سنجة 10. فين النضارة بتاعتي؟ طبعا ما رتبتهاش، وانا كل يوم هرتبها هبقى اضحك عليكي واقول لك فريده هي اللي بوظتها. وخليتها زي الفل يا مام، فله شمعه منوره. بقى هتضحكي عليا وتقولي لي فريده هي اللي بوظتها، صح؟ ايه؟ ايه ده؟ قومي رتبي اوضتك يا هانم بدل ما اخلي يومك مش فايت. هي عرفت منين؟ وانت يا بيه، اكلت الخضار اللي سبتهولك في الطبق ولا هتفضل بس تاكل اكل مش صحي؟ لا طبعا يا مام، اكلته كله، ده انا بموت في الاكل الصحي. رميته كله في باسكت الزباله وحطيت لك الطبق في المطبخ، ده طعمه زي الزبده. العسل يا مام طعمه زي العسل. طب قوم لمه من باسكت الزباله زي ما رميته فيها. ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ مالكش دعوه عرفت ازاي، قوم يلا. انا هموت واعرف هي بتعرف الحاجات دي ازاي. اكيد السر في النضاره. ايوه اكيد هي النضاره. انا جبت النضاره اهو من غير ما ماما تاخد بالها. المهم حطيت النضاره بتاعتي مكانها. ايوه بدلت دي مكان دي. كويس قوي، النضارتين شبه بعض ومامي كده مش هتلاحظ الفرق. يلا بقى عشان نجربها. ايوه يلا بينا. قولي لي يا ليلي، مين اللي اكل كيس الاندومي اللي انا كنت شايله في الدولاب؟ اظن انت سالتني السؤال ده قبل كده وقلت لك مش انا، ما شفتوش وما اعرفش عنه حاجه. قلتلك النضارة دي ولا بتقرا الأفكار ولا بتعمل أي حاجة. إزاي بس يا ابني؟ أكيد في حاجة غلط. إيه يا مامي؟ مش هنطلع مصيف السنة دي ولا إيه؟ إن شاء الله، ربنا يسهل. مفيش فايدة، مش شغالة برضو. مش النضارة اللي معاكي دي بتاعتي؟ وريني كده النضارة دي. أنا ماليش دعوة يا مامي، أحمد هو اللي جابها من مكانها. بس أنا اللي قلت له يجيبها علشان كنا فاكرينها نضارة بتقرا الأفكار. وقعدت أقول له يا أحمد سيب نضارة مامي مكانها، وهو ولا هو هنا. بقى كنت فاكراها بتقرا الأفكار. طب هي فعلا بتقرا الأفكار،
بس مش بتشتغل غير معايا أنا بس، عشان هي نظارتي أنا مش بتاعتكم. دي طلعت شغالة، أنا فعلا فكرت في كده. هنعمل إيه دلوقتي؟ النضارة مش شغالة غير مع مامي بس، عشان هي بتاعتها. ما تقلقيش يا ليلي، أنا لقيت الحل. قول بسرعة، مستني إيه؟ المرة دي هحط نضارتي أنا في المحلول السحري. برافو عليك، وبالشكل ده هتقدر تقرا افكار مامي. بس انت كده سبت النضارة 20 ساعة في المحلول السحري. هو المفروض 12 ساعة بس ما تقلقيش. انت متأكد ان ده مش هيعمل مشكلة؟ قلتلك ما تقلقيش يا ليلي، بالعكس ده هيخلينا نقرا افكار مامي احسن. طب يلا بينا بقى عشان نجربها، انا متحمسه جدا. وانا كمان متحمس قوي، يلا بينا. قوليلي بقى يا مام، هتجيبي لنا بلاي ستيشن ولا لا؟ ها؟ ان شاء الله هجيبه لكم، حاضر، ربنا يسهل. كسرتي التليفون؟ ده انت ليلتك سودة، انت اللي بوظتي التلاجة. انا هقول لمامي. عملتها على نفسك تاني؟ ده انت يومك مش فايت. هو فين؟ لازم تتعاقب. انت السبب. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ في ايه يا حبيبي، مالك؟ ايه يا احمد، ايه الاخبار؟ الاخبار منيله بستين نيله. استنوا كده، انت سقطت يا صائد. انت سبب كل البلاوي، انت السبب، انت السبب، انت السبب. يا نهار اسود ومش فايت. ايه يا ابني، في ايه، مالك؟ لما بلبس النضارة بقيت بشوف الذكريات السيئة اللي في حياتي. قلتلك 20 ساعة في المحلول السحري كتير. انت حطيت نضارتك في المحلول السحري وسبتها 20 ساعة؟ ايوه يا مامي، كان عايز يقرا افكارك بالنضاره. انت اتجننت؟ 20 ساعه في المحلول السحري؟ ده انت كان فاضل لك ساعه واحده بس وتفتح فجوه زمنيه بين الماضي والحاضر. فجوه زمنيه بين الماضي والحاضر؟ لا اوعوا تفكروا حتى مجرد تفكير، ده فيها خطر كبير جدا، اوعوا.